اي تفضل يا زاهي. ها بعد الوكلة الزمنية طاسة شاي وقول لي رايك. ها الحمد لله رب العالمين، يعطيك الصحة يا ودي، يعطيك الصحة. منين هالخير هذا كله يا زاهية؟ من صنع ايديا وحياة عيني. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله عليك. ها زمنية زمنية وقدومية 100%. الحمد لله. لكن تعرف يا زاهي والله متغششة، تعرف كل رمضان احنا متعودين هيك نطلعوا يعني فقعات صدقة للجامع، لكن الله غالب المرة هذه رمضان ضربتها فينا الكورونا. معليش معليش، اي توا تفراش توا تفراش، ما شاء الله للعصبان والكفتة والمبطن. صلي على النبي عليك يا زاهية. قولي لي شكون اللي اخترع هذا العصبان؟ قبل الاختراع باش تعرف بس اللي انا زاهية جنينة وقدومية وفالحة. اه ومية في المية الاختراع يا بابا، هذا مش اختراع. هذه حاجات متاعتنا، يعني الناس كانت تتحرك وتتخلط مع بعضها ويديروا كل واحد حاجه. ما هي والبوريك والمعجنات هدية والعصبان والكفته والبمبر والمحاشي، منين جو هذو كلهم؟ شنو تحسب انت هذا الاختراع؟ هذا تحسبها طياره؟ زي ما قلت لك الناس تتعاون وتجي وتخلط وتمشي الحال. ما عرفت شو بدي يقولوا لها تورات. قولي لي هيك مالا جاي مع الناس الاولى. ايه يا حنا جي اصبح توا كل شيء حاجه قديمه وباهيه. يقولوا راهي ولت من التراث. تعرف يا طيب اني من يوم نعرف الدنيا واني نعرف رمضان تذكر رايح يبدا فايح، يا سلام عليه، وذاك المعدنوس وهذاك الشربه وهذاك النعناع اللي تشم ريحته من وين وين. والله ذكرياتنا مع البسباسي وغرسه الله يرحمها. يا راسي. يا عيني عليك، والبوريك والمحاشي والزهر والتمر والحاجات الجميله هذيك كلها. وصلي على النبي الله اكبر، ولا الحليب والبوريك والكد هذا كله تشمه وتحسه في رمضان، ومعاه اللحم المفروم يا اخي. شنو قلت لي اللحم المفروم؟ لا لا اللحم المفروم هذا يا بابا عايش تتكلم عليه، هذا هيك ولا غالي يا كبدي، مش كل حد يقدر عليه. وزيادة عاد نقول لك حتى الدحي والحليب حتى هم راهو، والدجاج ماله حي حي شايطه فيها النار. ما بعد الناس الحق الحق، اللي عنده عيل هذا كيف بيدير؟ والله حرام عليهم يا تجار هذول، يساعدوا رحمه ربي باهيه. ماله حط صبعك في النار وقول يا سمسار يا ريت خوتنا التجار، يا ريت خوتنا التجار يراعوا المواطنين شويه في الشهر الكريم هذا. هي والله راهو حتى اخلاقنا اصبحت تراث. ايه معناها زي الافلام القديمه والمسلسلات القديمه والمالوف والموشحات. ايه مثلا هذا الحاجات اللي قلت عليها والملابس والاغاني، هلبة حاجات يعني كلها لما يتكلموا على القديم يقولوا يا حنا هذا من التراث، زي ما يقولوا على الشربه وزي ما يقولوا يا حنا على فناننا الكبير الطاهر جديع اللي هو البسباسي وفاطمه عمر غرس الله الف رحمه ونور عليك يا فطومه. الله يرحمها ويحسن اليها، الله يرحمها. ايه واسماعيل وقزقيزه وعمك الحاج مختار رحمه الله عليه. وظريفه ومظروف وظريف. الله لا ظريفه وظريف ومظروف. والليله في البيت ضيوف. الله وحدنا عليهم تحيه لهم كلها وربي يحفظها لطوفه الغاليه. الله يبارك وسعوده ومفتوحه ما نبوش نقول عليه. الله يبارك فيك ويعطيك الصحه. وبعدين حاجه ثانيه، حاجه ثانيه، وخلتي مش هي وقالوها وقال صاحب العقل والحاج بن حسان رحمه الله عليه وبوفا وكل نجوم بلادي. الله وحد الله وحد عليهم. والله تعرف كل الحاجات هدية فعلا من التراث، ولما نتذكروهم نقولوا الله علي. هي اللي لحقنا على الجوازات والمصيف والشوارع هذيك الكبيرة. والحمد لله لحقنا على البسباسي وغرسة باهي مالا يا متاع التراث. ترى كانك فالحة
جاوبي على المثل هذا. يعني والله حشيشه التراث وحشيشه اللمه الباهيه والتدريز نتاع العزايز نتاعنا والشيابين يرجع فيا الايام الحلوه ايام المدينه القديمه. باهيه عزوز يا زاهيه. هذه عزوزه باهيه. هي تو ما زالت تاكد الزمن. قول المقروض والكعك. باهيه زاهيه. ترى جاوبي على المثل هذا. وناداك ناديه بالصوت حتى يجاوب. وناداك نادي بالصوت حتى يجاوب. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسيل المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.